لا بد أن نفرق بين المكانة والمكان. أما دائما أظن أنا دائما رقم واحد، هذه مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي جيد أن ننتبه إلى أن العامل اللي يجي يخدمك الآن هو عندك رقم كم؟ كم؟ لا هو يخدمك الآن، يمكن هو رقم 10، بس اعلم يقينا أنه إذا دخل على بيته وفي بيته أنه عند أبنائه رقم واحد. فإذا رأيته مع أبنائه إياك أن تشعر أبنائه أن أبوهم رقم 10. إياك.